في صباح الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول، جهز جيش النظام حملة كبيرة لاجتياح الريف الغربي. فقام النظام بحشد عشرات الدبابات والآليات وناقلات الجند وراجمات الصواريخ، وأكثر من 1000 جندي بمرافقة من عناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. الأسد أو نحرق البلد. نحرق البلد. جنود قوات خاصة. فكانت الانطلاقة من قرية خان العسل التي تبعد 7 كيلومترات غرب مدينة حلب. بدأ النظام تمهيدا لهجومه البري بإمطار المنطقة بكاملها بقذائف المدفعية والدبابات والهاون، وقصفها براجمات الصواريخ والطيران الحربي والمروحي، مما نتج عنها دمارا كبيرا للمنازل والمحلات التجارية واحتراق العديد من المصانع. الله أكبر الله أكبر. وبعد ذلك بدأ الهجوم البري بتحرك كتائب الأسد غربا نحو قرية كفرناها، حيث بدأ الاشتباك مع أبطال الجيش الحر من لواء الأنصار وكتائب أخرى الذين تصدوا لكتائب الأسد بقوة رغم القصف الشديد، ومنعوهم من التقدم وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح وتدمير العديد من المدرعات والدبابات. فقام النظام انتقاما لذلك بقصف عشوائي شديد على المناطق المحيطة والقرى والبلدات المجاورة. الطيران الحربي. الله أكبر. الله أكبر. وما زالت المعركة مستمرة حتى الآن رغم تفوق النظام بالعدد والعدة والنقص الشديد في الذخيرة عند أبطال الجيش حر، وما النصر إلا من عند الله.